أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل الله يا سيدي. نعم الله اكبر. الله يا مولانا.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا اللهم صل على النبي اللهم زيد اللهم اكرمك يا مولانا الله اكبر كده يا سيدي كده اللهم زيدك ونعيمك وتكون من بعده قوما صالحين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إلا أبانا وتكون من بعده قوما صالحين وتكون قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن
الله 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 يا سيدي الله الله يجينك من علم الله 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 يا مولانا نعم يا سيدي نعم الله يا قرآن قال وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أباهم
لك يا عم الشيخ سيد. الله نعم يا سيدي الله. الله 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 يفتح عليك يا عم الحاج. الله اكبر. جميل يا قران الله. الله الله. وجاء
ايدك يا عم الشيخ سيد. الله 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 يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وجاء وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكانوا صحصح فرحة رمضان وخلي الفرح في شهرنا دايم. شيبسي في رمضان افرح يا نايم. الله يرضى عليك. وشربه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وقال الذي اشتراه
يفتح عليك. وحدوه. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. الله 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 الله. الله يرضى عليك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله 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 الله. اللهم زيدك عن الشيخ سيد. وحد الله وحد الله يا سيد. لا إله إلا الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. الله 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 الله. اللهم زيدك عن الشيخ سيد. اللهم اكرمه. الله الله الله. وحدوه. صل على النبي إيمانك. الله الله. لا يرضى عليك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال اللهم قوي إيمانك يا عم الشيخ سيد. كده يا سيدي كده. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك. الله يشرح صدرك يا مولانا. إنه لا يفلح الظالمون.
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ولو قلت همت به لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين اللهم اشرح صدرك اللهم زيدك عن الشيخ سيد كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء اللهم اشرح صدرك يا عم الشيخ سيد عظمة يا سيد كده يا سيدي كده
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين كن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا الله 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 يا سيدي الله اشرح صدرك عم الشيخ سيد
يا بركه كده يا سيدي كده وحدوه وحدوه صلوا على النبي الله 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 يا قران الله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا الله 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 يا عم الشيخ سيد اللهم اشرح صدرك اللهم اكرمك يا سيدي اللهم زيدك يا عم الشيخ سيد نعم يا سيدي نعم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم الله 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 اللهم اشرح صدرك يا عم الشيخ سيد الله 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 وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا
عليك يا حاج. اللهم زيدك. اللهم اكرمك. صلي على حضرة النبي. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. صدق الله.